مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة دار البيضاء. احنا الان مع سلوى، شابة في العمر ديالها فقط 19 سنة. سلوى واحد الشابة تبارك الله اللي طموحة، باغا تقرا باغا تنجح. دابا هي كتقرا في الثالثة اعدادي، باغا تاخذ البكالوريا، والحلم ديالها انها تاخذ البكالوريا، وانا متأكدة كو سلوى غادي تنجح وان شاء الله غتاخذ البكالوريا ديالها. كيف ما كتشاهدوا معنا سلوى انها في وضعية اعاقة، كنعرفوا المعاناة ديال الاشخاص في وضعية اعاقة، ما كيطلعوا هم الطوبيس ما حتى شي حاجه. المعاناه ديالها كتجي من سيدي مؤمن باش تقرا، ياك حتى لهنا باش تقرا، يعني مسافه طويله بزاف. سلوات اللي باغا حتى هي توصل، باغا تنجح، ولكن للاسف ثمن درجه ان الطوبيس ما كيطلعوهاش ليه. كتبغي تمشي للطوبيس يقولوا لها لا ما غاديش نطلعوك، علاش كيفاش ما عرفناش. النداء الوحيد ديال سلوى هو كرسي كهربائي متحرك، حيت صراحه للاسف كيف ما كتشاهدوا معنا الكرسي ديالها الحالي راه كله مهرس، لدرجه دابا حازمه رجليك بقنبه ياك باش ما تطيحش الارض. يعني حبسها مع تما باش ما تطيحش، يعني ما عندكش فين تحطي رجليك. شوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في لدرجه انها رابطه رجليها مع الكرسي المتحرك حيت ما عندهاش كرسي متحرك مقاد. الله يجازيكم بخير الناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن. كنتمنى ان هاد البنت ديروها بنتكم، ديروها اختكم، وتعاونوها وتشريو لها الكرسي الكهربائي المتحرك. حيتاش دابا هي كاين شي واحد اللي عنده في الدار محطوط، كاين شي واحد اللي قادر انه يوفر لها هاد الكرسي. كنتمنى انكم تواصلوا معها وتساعدوها، الله يجازيكم بخير. انا غنخلي لكم الرقم ديالها ديال التليفون، يعني عاونوها وشدوا بيديها باش ان شاء الله تكمل قرايتها وتعيش الحياه ديالها يعني باريحيه. السلام عليكم اختي سلوى، بخير؟ الحمد لله. قولي لنا اختي شنو المشكل اللي عندك؟ شنو النداء ديالك للمحسنين في هاد العواشر هادو في الايام المباركه عند الله؟ النداء ديالي باغا كرسي متحرك، خدوا لي شي ناس من قبل زاد تهزت لي واحد تهزت لي الماليطة وما بقاش باغا تصيب الماليطة، خاصني تجيبها لي من برا، خاصني تجيبها لي من برا وما كاينش لي غيجيبها لي. قلت اش غندير، عطيتها لواحد وزادي صايبها لي مات الله يرحمها. دابا انا باقا عند المعلم ما عرفت واش صايبو ولا لا، انا باغا كرسي متحرك. قصدك كرسي متحرك كهربائي؟ تبارك الله عليك اختي سلوى، انك تبارك الله عندك طموح كتقراي باغا تقراي، ولكن يعني ما الامكانيات ما معاوناكش والو. عاوني جوا في قلبك يا اختي سلوى، علاش يعني محتاجه لهذا الكرسي المتحرك؟ محتاجه بزاف والله. شنو المعاناة اللي كتعانيهم في الشارع فاش كتخرجي؟ شنو المعاناة ديالك؟ واخ شي شعيرك شي سباك شي كل واحد مشكل ديالو. أنا عازلنا مع ولاد الناس باش عايشة مع ولاد الناس. شنو هو الحلم ديالك أختي حاليا؟ بغيت شي كرسي متحمل وأنا موطا. بغيت البكالوريا. إيه وبغيت نجح في البكالوريا. لا مغلط. شحال دابا شحال فاش كتقرا هي العام هذا ان شاء الله؟ تاسع. قرية معاك الشكاره الكتوبه كلشي كلشي معايا. هاد الكرسي المتحرك كله مهرس، تا هو عاطينو لك غير الناس؟ لا صيفطو لي واحد السيد من برا الله يجازيه بالخير، ولكن راه كله تهرس دابا مع الطريق. شنو تبغي تقولي للناس المحسنين اللي قادرين انهم يعاونوك؟ عاونونا اخوت الله يسهل عليك، الله يرحم بها الوالدين، عافاكم اخوت. النداء الوحيد ديالك هو كرسي متحرك، كرسي متحرك ويكرهوا لي شي دار لكان. علاش ما عندكش دار؟ لا عندي دار ولكن اختي عيد. عيد بزاف. على فين كتقراي؟ فين كتقراي انت؟ كنلقى بصراحة الدين فين حي محمد. فين ساكنة؟ في سيدي موم. يعني مسافة بعيدة؟ بعيدة بزاف. اها في الطوبيس علاش ما كيبغيوش يطلعوا في الطوبيس؟ واه كيكون مرة كيكون عامر، مرة الطوبيس ما كيوقفش. ما كيبغيوش يهزوك يطلعوا؟ والو كيكونوا لا غتاخد لنا الواقصة غدا تشد لنا براسها.
يعني كتلقاي بزاف ديال المعيقات في الحياه وكل كنت كل اللي كيعيرك كل اللي كيزبك واحد فيه دابا اختي النداء ديالك للناس القلوب الرحيمه في هاد العواشر وفي هاد الايام المباركه عند الله شنو تبغي تقولي لهم الناس اللي داخل وخارج ارض الوطن وقادرين انهم يتعاونوا معك ياخذوا لي عيش كرفه ديال الضو بجي سكينه مسكين صافي الله يرحم ليكم الوالدين الرقم انا نعاود لك الرقم وانت قولي مرايا 07 انتوما لكم ماشي رجاله بدا 07 78 14 90 70 دي قناة شوف تي في كيف ما كتشاهدوا معنا حنا الآن مع سلوى شابة في العمر ديالها 19 سنة عندها إعاقة وعندها شاشة العظام محتاجة الكرسي متحرك كهربائي النداء الوحيد ديال هاد سلوى هو هاد الكرسي هذا المتحرك كهربائي حيت غيحل لها بزاف ديال المشاكل أولا دراجة كهربائية مخصصة لأشخاص في وضعية إعاقة لدرجة أن سلوى الكرسي ديالها كله مهرس لدرجة ديال كتربط رجليها غير بهذا الخيط باش رجليها ما طيحش كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير الناس اللي في قلوبهم الرحمه انهم يتواصلوا معها ويعاونوها الحمد لله كاين الناس محسنين كاين الناس اللي قادرين انهم يجيبوا لسلوى هذا الكرسي المتحرك كهربائي كاين الناس يقدر يكون عندهم كرسي متحرك كهربائي في الدار يعني كنتمنى انكم توقفوا معها وتعاونوها وتساندوها تبارك الله عندها واحد الطموح شابه طموحه بعلا تبارك الله عليك يعني تبارك الله كتقرا في التاسعه وباغا تاخذ الباك يعني والحلم ديالها وانا متاكده غتنجحي ان شاء الله في الباك وغادي يكون عندك ان شاء الله كرسي متحرك كهربائي وكنتمنى لك اختي كل التوفيق وكنتمنى الناس اللي غادي يتواصلوا مع سلوى ماشي تفلوا عليها ماشي الاغراض اخرى هاد السيده ما دارت هاد اللايف ولا هاد الشابه ما دارت هاد اللايف الا وانها دارتكم عائلتها وبغاتكم انكم توقفوا معها وتعاونوها ماشي باش تفلوا عليها الله يجازيكم بخير الرقم هو 07 78 14 90 70 هذا هو الرقم ديالها وهنا مشاهدينا كنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاوكم في بث اخر بالسلامه عليكم.